مرحبا بكم في هذا العرض عن مثلثات 45 45 90. دعوني أكتب ذلك. مثلثات 45 45 90. triangles triangles. نستطيع القول المثلثات قائمة الزاوية 45 45 90، ولكن هذا تكرار لأننا نقول أن كل زاوية 90 درجة تعني أن المثلث قائم. وكما تتخيل فإن 45 45 90 هي قياس زوايا المثلث. لماذا نعتبر هذه المثلثات مميزة؟ حسناً، إذا رأيت العرض الأخير فقد عرضت نظرية صغيرة تقول إذا كانت زاويتان من زوايا قاعدة المثلث متساويتان، أعتقد زاوية قاعدة واحدة. حسناً، تستطيع رسمها هكذا. هذا ليس من الواضح أنها زاوية قاعدة، ولكنها تبقى صحيحة. إذا كانت هاتان الزاويتان متساويتان فإن الأضلاع غير المشتركة بينهما، هذا الضلع وهذا الضلع في هذا المثال، وهذا الضلع وهذا الضلع في هذا المثال، بالتالي الضلعان سوف يتساويان. فالمثير للاهتمام في مثلث 45 45 90 هو أنه مثلث قائم له هذه الميزة. وكيف نعلم أن المثلث القائم الوحيد الذي يملك هذه الميزة؟ حسنا، تستطيع تخيل كائن، حيث قلت لكم أن هذا مثلث قائم هذه 90 درجة. فإذا هذا كان الوتر فهو مقابل للزاوية 90 درجة، وإذا أخبرتكم أن هاتان الزاويتان متساويتان فما هو قياسهما؟ فإذا سمينا هذه X، نعلم أن مجموع زوايا المثلث 180 درجة، الزاويتان هنا، إذن سنقول X زائد X زائد هذه الزاوية 90 يساوي 180، أو 2X زائد 90 يساوي 180، أو 2X تساوي 90، إذن X تساوي 45 درجة. إذن المثلث القائم الوحيد حيث زاويتاه الأخريتان متساويتان هو المثلث 45 45 90. 45 45 90. إذن ما هو المثير للاهتمام حول المثلث 45 45 90؟ حسنا، شيء آخر لم أخبركم به، دعوني أعيد رسمه. سوف أرسمه هكذا. إذا نحن نعلم أن هذه 90 درجة وهذه 45 درجة وهذه 45 درجة، واعتمادا على ما قلته لكم نحن نعلم أن الأضلاع التي لا تتشارك بها زاويتان 45 درجة متساوية. إذا هذا الضلع يساوي هذا الضلع. وإذا نظرنا لها من وجهة نظر نظرية فيثاغورس فهذه تقول أن الضلعين الآخران غير الوتر متساويان. إذا هذا هو الوتر hypotenuse. إذا لنسمي هذا الضلع A وهذا الضلع B. نحن نعلم من نظرية فيثاغورس أن الوتر C يساوي، نظرية فيثاغورس تقول A تربيع زائد B تربيع يساوي C تربيع. هل هذا صحيح؟ نحن نعلم أن A تساوي B لأن هذا مثلث 45 45 90، لذا A مكان B أو العكس. لنعوض B مكان A نستطيع أن نعوض، لذا نقول B تربيع زائد B تربيع يساوي C تربيع، أو 2B تربيع يساوي C تربيع، أو B تربيع يساوي C تربيع، C تربيع تقسيم 2، أو B تساوي الجذر التربيعي، الجذر التربيعي ل
سي تربيع تقسيم 2، وهو سي حيث أخذنا الجذر التربيعي للبسط والمقام، سي على الجذر التربيعي لـ2. وبما أن هذا العرض عن المثلثات، سوف أعطيكم معلومات إضافية. المقامات النسبية فهذا صحيح بشكل كامل، بي تساوي A وأن بي تساوي سي على جذر 2، فقد وصلنا إلى أنه يظهر أنه في معظم الرياضيات ولم أفهم بالضبط في هذه الحالة. لما لا يحب الناس الجذر التربيعي لـ2 في المقام؟ وبشكل عام لا يحبون الأعداد غير النسبية في المقام. الأعداد غير النسبية هي الأعداد التي لها خانات عشرية لا تتكرر ولا تنتهي. فطريقة التخلص من الأعداد غير النسبية في المقام هو عمل ما يسمى تنطيق المقام. وطريقة تنطيق المقام، لنأخذ مثالا، إذا كان لدينا سي على الجذر التربيعي لـ2، فقط نضرب البسط والمقام في نفس الرقم. هل هذا صحيح؟ لأن ضرب البسط والمقام في نفس الرقم هو مثل ضربهما في 1، فالجذر هنا التربيعي لـ2 على الجذر التربيعي لـ2، وذلك لأن الجذر التربيعي لـ2 ضرب الجذر التربيعي لـ2 سيعطينا 2. نعم، إنه 2 صحيح. فقد قمنا بضرب هذا لنجعل المقام عدد صحيح، والبسط سوف يصبح سي الجذر التربيعي لـ2. لذا لاحظ أن سي ضرب الجذر التربيعي لـ2 على 2 هو نفس سي على الجذر التربيعي لـ2، وهذا مهم أن ندركه، لأنه أحيانا عندما تتقدم لامتحان نموذجي أو تتقدم لامتحان في الصف، ربما تحصل على إجابة تبدو كهذه تحتوي على الجذر التربيعي لـ2 والمقام على الجذر التربيعي لـ3 أو أي شيء آخر في المقام، وربما لا ترى إجابتك إذا كان سؤال اختيار من متعدد. ما يجب عمله في هذه الحالة هو تنطيق المقام. إذا اضرب البسط والمقام في الجذر التربيعي لـ2 وتحصل على الجذر التربيعي لـ2 على 2. عودة للمسألة، ماذا تعلمت؟ هذا بي صحيح يساوي بي. إذا بي تساوي سي ضرب الجذر التربيعي لـ2 على 2. دعوني أكتب ذلك. نحن نعلم أن A تساوي B صحيح، وهذا يساوي الجذر التربيعي لـ2 على 2 ضرب C. الآن ربما أنت بحاجة لتذكر ذلك، تستطيع دائما اشتقاقها باستخدام نظرية فيثاغورس. وتذكر أن الأضلاع غير الوتر في مثلث 45-45-90 متساوية، ولكن من الجيد معرفة ذلك، لأنه لنقل أنك تتقدم لامتحان وتريد حل مسألة بسرعة وكنت تتذكر ذلك وأحدهم أعطاك الوتر، تستطيع معرفة الأضلاع بسرعة، أو أحدهم أعطاك أحد الأضلاع، تستطيع معرفة الوتر بسرعة. لنجرب ذلك، سوف أمسح كل شيء. إذا قد تعلمنا الآن أن A تساوي B، وهذا يساوي الجذر التربيعي لـ2 على 2 ضرب C. إذا أعطيتكم مثلث وقلت لكم أن هذه زاوية 90 وهذه الزاوية 45، وأن هذا الضلع هنا 8، هنا هذا الضلع 8، أريد معرفة هذا الضلع. حسنا، دعونا بداية نجد الضلع الذي يمثل الوتر. حسنا، الوتر هو الضلع المقابل للزاوية القائمة. في الحقيقة نريد معرفة طول الوتر لنسمي الوتر سي. ونعلم أيضا أن هذا مثلث 45-45-90 صحيح، لأن هذه الزاوية 45 وهذه يجب أن تكون أيضا 45، لأن 45 و 45 و 90 يساوي 180. إذا هذا مثلث 45-45-90، ونحن نعلم أن
أحد الأضلاع، هذا الضلع يمكن أن يكون A أو B. إذن نعلم أن 8 تساوي الجذر التربيعي لـ2 على 2 ضرب C، وC هي ما نسعى لإيجاده. فإذا ضربنا طرفي المعادلة في 2 على الجذر التربيعي لـ2، أنا فقط أضربهم بمعكوس معامل سي، لأن الجذر التربيعي لـ2 يلغي الجذر التربيعي لـ2، وهذه 2 تلغي هذه الـ2. نحصل على 8 ضرب 2 يساوي 16، على الجذر التربيعي لـ2 يساوي سي، وهو صحيح. ولكن كما قلت لكم، الناس لا يحبون رؤية الجذور في المقام، لذا فقط سي تساوي 16 تقسيم الجذر التربيعي لـ2 ضرب الجذر التربيعي لـ2 على الجذر التربيعي لـ2، ويساوي 16 الجذر التربيعي لـ2 على 2، وهو نفس 8 ضرب الجذر التربيعي لـ2. إذن سي في هذا المثال هي 8 الجذر التربيعي لـ2. ونحن نعلم بما أن هذا مثلث 45 45 90 أن هذا الضلع 8 أيضا. أمل أن هذا كان ذو معنى، وفي العرض القادم سوف أعرض عليكم أنواع مختلفة من المثلثات، وربما أبدأ بعرض بعض الأمثلة عليها لأنني أشعر أنني مررت عليها سريعا. أتمنى أن أراكم قريبا في العرض القادم.